ورحمه الله وبركاته. حبايبنا حبايب مطبخ زين ابو، اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. جاي لكم فيديو جديد اتمنى ان هو يعجبكم، عشان قالوا على اللايك ان شاء الله. اللي هتدهوني النهارده في فيديو يخص المطبخ، لكن هو مش طبخه طبعا، المطبخ مش طبيخ بس، واننا نعمل طبيخ. النهارده جايه لكم فيديو ازاي نخزن الرز. طبعا كلنا كستات بيت بنحب ان يبقى الرز موجود عندنا في البيت تحت ايدينا وبكميه كبيره، ونظرا لان الجو حر قوي قوي، فانا جايه لكم النهارده بطريقه لتخزين الرز من السنه للسنه، بحيث ان يبقى تحت ايديكي من غير ما يظهر فيه صوص او يحصل له اي حاجه اثناء الصيف. يلا بينا نبدا. بسم الله. انا معايا شكاره الرز بتاعتي، ومعايا كوبايه ملح، ومعايا علبه ليها غطاء اهي، وهنبدا نشوف ازاي مع بعض نخزن الرز عشان يقعد معانا من السنه للسنه من غير ما يسرع. اول حاجه هجيبها معايا هنا ملايه او حته قماشه تكوني انت مستغنيه عنها في البيت، يعني ما يكونش ان انت محتاجاها. اهي نظيفه وزي الفل، احطها في العلبه بتاعتي اهو، وابدا انزل بالرز بتاعي. اهو طبعا انا معايا هنا شكارة بسم الله ما شاء الله 25 كيلو. اهم حاجة ان انا اضغط على الرز بتاعي كده. احط كمية حلوة كده. واضغط عليه اهو. بسويه بس كده عشان العلبة تاخد اكبر قدر ممكن من الشكارة. وبعد ما حطيت حبة حلوين كده، اروح جايبة الملح وارشه. طبعا انا لما باجي اخد الرز بتاعي عشان انقعه، عشان اعمله جنب اي طبخة، لازم دايما اغسله كويس عشان الملح ده، عشان ما اجيش اكون مش غسلة كويس ويكون فيه ملح واجي حيقه على النار والاقيه حادق جدا. ارجع احط رز تاني اهو، بحط الملح كده تاني. طبعا انا ما بين كل طبقة وطبقة بحط شوية الملح لحد ما العلبه تقول لي كفايه. طبعا انا عارفه ان الستات كتير هتقول دي حاجه مش محتاجه فيديو، تمام، ده الستات اللي هم يعني اصحاب مطبخ، لكن في لسه سنه اولى مطبخ احنا بنساعدهم عشان يبقوا زي الستات اللي مش محتاجين معلومات زي دي. اكيد في بنات كتير لسه متجوزه جديد حابه تعمل ده سنه اولى كده. انا خلصت طبقاتي خلاص، العلبه مش واخده اكتر من كده. في الاخر كده هرش رشه الملح بتاعتي بقى الاخيره اهي، وابدا اخد القماشه بتاعتي اللي انا مستغنيه عنها واقفل كويس. اهم حاجه اني اقفل كويس جدا عشان القماشه دي هي اللي بتحافظ على الرز من الحر ورطوبته اللي ممكن تعمل لي صوص. طيب احنا كده حافظنا على الرز من الصوص. طب انا بقى في الحر ما عندي صوص، بس انا عندي نمل كمان، اعمل ايه بقى؟ تركايه اللي مش بتلاقوها غير في مطبخ زينبه، حط على الوش عودين نعناع كده قبل ما اقفل العلبه، واروح قافل علبتي. ليه بقى؟ عشان وحدتين النعناع اللي انا حطهم دول هما اللي هيخلوا النمل ما يقربش للعلبة خالص، واقفلها بشكل محكم ويقعد معاكي من السنة للسنة بعيد عن الصوص بعيد عن النمل. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومة جديدة تكون عجباكم، تحوز على اعجابكم، وتخليني انا احوز منكم على اللايك الجميل والشير الجميل، ولو ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مطبخ زينبه.